نبتدي الحين اتصال الحروف ابتداء من الألف والياء والنون إلى آخره، ثم بقية الحروف. عايزين نكتب مثلا ده ألف، لازم نطبق القواعد. هنا تيجي تساوي نقطة اللي هي السنة، والألف ثلاث نقاط، واحد اثنين ثلاثة. يبقى في الحالة دي أنا بحاول أكتب بالقاعدة. ممكن نون أو ياء ألف بشكل تاني، أرسم الدال ثم أو شبه الدال مع اختلاف الميزان ثم الألف، ونفس القاعدة أي سنة تساوي نقطة وأي حركة رأسية تساوي ثلاث نقاط، لو متصلة هتبقى أربعة زي دي. يعني هنا في زيادة نقطة اللي هي السنة. طب باء كاف برضو الرأس ده أربع نقاط، وأدي الكاف. أحاول زي ما قلت قبل كده إن المسافة دي تساوي نقطة، والمسافة دي نقطة، ودي نقطة. والمسافة أو الميزان بتاع الألف بتاع الكاف ابتداء من الأسفل أربع نقاط. نون تاء أو باء تاء سنة ميزانها نقطة ثم ثلاث نقاط، واحد اثنين ثلاثة. لو أنا هعمل باء دال نقطة برضو وأرسم الدال، في أشكال كثيرة لرسم الدال، دي إحداها. الرسمة الأخرى كده صغير ثم منها كده أعمل دوران، ويمكن أن تدور هكذا دوران على طول، يعني ما ارتفعش أكثر من نقطة. باء راء كذلك، باء واعمل الديل البسيط ده ثم ارسم الراء على طول بسن القلم. باء نون غير الباء نون السابقه نرسمها الحين. باء نون مسافه من هنا لهنا نقطتان. باء هاء أيضا، أو باء هاء مربوطة، المسافة دي نقطة. باء حاء قنطرة، والحاء مثل الخاء والجيم تنزل تحت سطر. لو حائين ببعضهم ورا بعضهم، ادي واحد لازم انزل بوصلة نقول عليها وصلة مقواسة، ثم لو باها ادي واحد تنزل تحت سطر وها منتهية، نيجي مثلا للصاد ناخذ قلم أكبر. الصاد شأنها شأن الطاء، أدي باء وهذه صاد تحتها نقطة وساعات نص نقطة حسب التصميم والمكان. باء طاء ممكن تيجي نقطة صغيرة.
نيجي للباعين، ادي الباء وهعمل حركة جهة اليسار، ارتفاعها عن الخط نقطة تقريبا، ثم اعيد تاني، ادي واحد مائل جهة اليسار اهو، وارسم رأس العين بالدوران كده، واحافظ ان يكون هناك هذا الاتصال او ظاهر مش مدغم. نعيدها تاني، واحد اثنين ثلاثة مغلقة ألف مثلا، فراغ نقطة. طيب باء فاء خدناها قبل كده ومهمة جدا، ادي الحركة واحد، وادي الحركة اثنين، بحاول احافظ على الفراغ ده ان يكون نقطة. باء قاف الرأس دائما صغيرة، وأعمل حساب إنها لا تنزل تحت سطر بهذا التقوس الساقط جهة الأسفل. طيب باء واو بطلع فوق السطر عشان اعمل حساب ان الواو لا تنزل تحت السطر، او باياء الياء لا تنزل تحت السطر، نون مع ياء مع ياء نبي مثلا، نون مع باء. عندي أسنان، واحد اثنين ثلاثة هنا السنة الثانية في ينبه او يتنبه، السنة الثانية دايما تبقى عالية عشان لا اختلط مع السين، ياء ونون وباء وهاء. لو جينا ليتنبه يمكن تيجي بحالتين، الحالة الاولى ان السنة الثانية هي العالية، ثم السنتين التانيين على السطر، يتنبه. يمكن ان تأتي السنتين الاولانيين مع بعضهم، ثم الثانية يبقى واحد اثنين ثلاثة، الرابعة بس وضع نقاط هو اللي هيخلينا نقرا الكلمة مظبوط، يتنبه، وهنا يتنبه، ولكن أنا أميل دائما إلى هذه القاعدة، عندما تأتي سنتين ثلاث أسنان أو أربعة تكون السنة الثانية هي العليا.